يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. لقضاء حوائجكم واستجابة دعائكم وتقبل أعمالكم وتعجيل الفرج لولي الله الأعظم، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وصلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، يا عبرة المؤمنين، يا صريع الدمعة الساكبة، وقرين المصيبة الراتبة، روحي وما ملكت يميني وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العدا، ومسلوب الإمامة والرداء، وجهت سلامي إليك يا مولاي من بعيد أقصى، ومن قريب أدنى، عبدكم وابن عبدكم وابن أمتكم الذليل بين أيديكم، والمضعف في علو قدركم جاءكم مستجيرا بكم، لا إذن بكم رافيا لكم
الغريب فخطبها خطب تخر له الجبال الراسية معصومة الأطهار زلزل قلبها فقد الأحباء في البلاد النائية فقدت أباها في سجون الطاغية فرأت أخاها سلوتان فيما بقي من عمرها إن كان فيه باقيا لكن جور الدهر قد تحمر بفجيعة أدهى فعادت باكيا من كان يمسح في النائب دمعه من كان يمسح في النائم دمعه أمست مدامعه عليه جارية أخذ الرضا من قلبها لا بالرضا أخذ الرضا من قلبها لا بالرضا فقضيت بغصتنا عليه بموت شقيقها فتقطعت سمعت بموت شقيقها فتقطعت ألما وفارقت الحياة الفانية يا سادة يا ابن علي وفاطمة ما حال من نظرت أخاها عافرا ما حال
عليه تعد العادية. والله ما أدري يتحمل ولا ما إن أعولت شتمت، يعني إن أعولت شتمت وإن هي عاتمت، وإن هي عاتمت ردوا عليها بالصياط القاسية. شتمها
والصوت ما والرمة تنهى وشرب دمها وما قطعوا الجفوف من شايل علمها وما حج سر سماها بعد خارجي بعد الرمال معصومة ما حرقوا خضرها بعد الرمال معصومة ما حرقوا أقرأ أبوك في هالبيت بعد الرمال معصومة ما حرقوا بعد الرمال معصومة ما حرقوا وما ركبوها مهزلوا ما حد أسرها وما شغروها بعد عفتها وسترها ما قيدوها وما سمع حسد وزينب قبل ذبحت أخوها شافت هموم قدامها تفتت تفاد بسهام مشوم وكل ما تصيح حسين يوقع يمها ويقوم وشافت الظالم ينحرى وجق ضميها ويلي شيل هالبيت وندخل على الهدي ويلي مثل العقيلة وهي قمر
سلام. تصادف في هذه الليلة ذكرى رحيل أو استشهاد الماجدة المكرمة والجليلة العليا والسيدة المفخمة فاطمة المعصومة ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، والدخول إلى سيرة هذه السيدة الجليلة يحتاج إلى تمهيد. علينا قبل كل شيء أن نعرف من هو أباها وقد مر هذا، ومن هي أمها، وكيف وصلت هذه السيدة إلى قم المقدسة واستشهدت. أباها كما يقال المعرف لا يعرف، وتوضيح الواضحات من أشكل المشكلات. والدها زين المجتهدين وذو النفس الزكية والعبد الصالح وكاظم أهل البيت الإمام موسى بن جعفر الكاظم الإمام السابع من أئمتنا عليه، والذي يقع ترتيبه من بين الأئمة عليهم السلام أنه الإمام ابن الخمسة وأبو الخمسة، والذي قضى شهيدا مظلوما في سجن السندي بن شاهد في بغداد، وأخرجت جنازته في اليوم الثالث من استشهاده وطرحت على جسر بغداد، ثم دفن عليه السلام في مقابر قريش في الجانب الغربي منها في موضع يقال له الكرخ، ودفن معه فيما بعد حفيده الإمام محمد الجواد عليه السلام. وإلى هذين القبرين الشريفين المباركين أشار الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في رائع من الروائع: ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغرب من تلك المغاني ونعليك اخلعا واسجد خضوعا إذا لاحت لديك القبتان فتحتهما لعمرك نار موسى ونور محمد متقابلا. هذا هو أباها. من هي أمها؟ أمها يقال لها تلقب بالشقراء وتكنى بأم البنين، ويقال لها تكتم وتكتم، وهي من أفضل النساء في دينها وعقلها، وهي من العارفات الصالحات القانتات، فقد استوعبت الإيمان والصلاح والورع والتقوى وعلوم الإسلام وأحكام الشريعة. وأغلبية أبناء الإمام موسى بن جعفر عليه السلام منها، فلذلك نعتت بأم البنين. لو سألت سؤال وإن كان هذا الطرح تقليديا، بس خلينا نفهم معلومات قيمة وفيها من الفائدة ما فيها. الإمام موسى بن جعفر له من الأولاد ذكورا وإناثا 37، أبناؤه من صلبه ذكورا وإناثا عددهم 37 ذكرا وأنثى. الذكور منهم 18 ذكرا، 18 من الذكور. تفضل. عمر من الإناث 19، له من الإناث 19 أنثى. أغلب أبنائه وبناته من هذه الصالحة اللي راح أجيب سيرة الويل،
فلذلك لقبت بماذا؟ بأم البنين. وأفضل أبنائها، أفضل أبنائها هذه الصالحة، يعني أنا ما أستحضر الأسماء كلها، بس أبناء الإمام موسى بن جعفر أفضلهم على القائمة الإمام علي بن موسى الرضا، وإبراهيم والحمزة وإسماعيل وأحمد ومحمد و أما في الإناث على القائمة ماذا؟ فاطمة المعصومة. فاطمة المعصومة والإمام الرضا، ثم نقول إحنا شنو؟ خلاص من أب وأم واحد. فاطمة المعصومة شقيقة الرضا، يعني أخته، مثل ما زينب أخت الحسين. وأكبر بنات الإمام موسى بن جعفر الكاظم هي فاطمة، وكانت تعرف في حياتها في حياة أبيها بفاطمة الكبرى، وهناك أخت لها أصغر منها كانت تعرف بفاطمة الصغرى. عند أخوات ما شاء الله، بريها وعباسة وحسنة وآمنة ورقية وأم لبابة وأم كلثوم وكلثم، ومن أبنائها أيضا شنو؟ عليا. على كل حال هاي الأم اللي أنجبت الإمام الرضا وأنجبت فاطمة المعصومة من هي؟ شيخ عباس الأمي في منتهى الآمال يجيبها الرواية عن هشام بن الحكم. هشام بن الحكم أمينه هذا واحد من ثقات ومن خواص الإمام الصادق عليه السلام، يعني يا معدوم شنو؟ بعد رحيل الإمام الصادق عليه السلام صار هو من خواص وثقات الإمام موسى الكاظم عليه السلام. بس أقول لك في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا الإمام الصادق عليه السلام لو لم يجدوا منكم أعوانا ما قدروا عليكم. هذه الأولى واقع. لا كل حال أنتم منزهون عن ذلك، وفي أروع مراقي الثقة والإيمان والتقوى. زين، يقول هشام بن الحكم اصطحبني الإمام موسى الكاظم عليه السلام معه إلى سوق المدينة، هي لطيفة، حتى إذا وصلنا إلى هناك أخذ يبحث عن أحد النخاسين فيها. النخاس بائع الغلم والجواري، يقول كثيرون أهل النخاسة هناك، لكن وكان عنده واحد معين، وفعلا مضى بي إلى ذلك النخاس، وقف أمامه قال هل معك من الجواري شيء؟ قال نعم. قال عرضهن، يقول عرض على الإمام 9 من الجواري. صرف نظره عنهن قال هل معك غيرهن؟ قال كلا، قال بل معك. قال عندي جاري ولكنها مريضة وتمتنع من العرض منذ اشتريتها. ومضى الإمام ومضيت معه، يقول في اليوم الثاني بعثني الإمام له بسرة، يقول هشام والله لا أعلم ما مقدار ما فيها، كم فيها مال، وأمرني بشراء تلك الجارية من ذلك النخاس. تفيدوا يا أخوان ترى مو عيب تكون أم الإمام جارية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنا من شوية قلت لك عند الإمام موسى الكاظم كم ابنة يعني؟ 19، ما واحدة زوجها الإمام الكاظم ولا واحدة،
لا الإمام الكاظم ولا الإمام الرضا، لأنه ما وجدوا أكفاء لهن. أكفاء الرجال ماكو. موجد حد شيء أنت عن 18 أنثى، كان الإمام موسى الكاظم داره فيها 500 امرأة بين أرملة ويتيمة وضايعة. هاي الإمام موسى بن جعفر كان اللي ينفقهم تحت رعايته 500 امرأة. والرواية راجعوها، ما أطلع عنها القضية أرجع لها. واحد الله يسلمكم يا إخوان يسمونه كان ماسك حقيبة الأمن القومي في زمن هارون الرشيد وفي زمن محمد الأمين وفي زمن المأمون، يسمونه الجلود. إذا سامعين عن تاريخ الحجاج هذا مثله في اللعاب والخباث. هاي الجلود صارت شنو؟ صارت ثورة في المدينة المنورة قام بها أحد العلويين، فبعثه الهارون لإخمادها والقضاء على الثوار. قال له إذا حصلت هذول اللي مسوين هالزعزع والفوضى بالمدينة وأشعلوا فتيل هذه الثورة والفتنة قم بقتلهم، بعد قتلهم أغر على بيوتات العلويين واسلب ما على نسائهم من الحلي والحلل. سلام سيدي، تفضلوا. إجا هذا وفي ناس لا ذمة ولا ضمير، هذه اللولة اجوا هبل بالمدينة وطبلك على بيوت العلوية. اجى الى دار الامام موسى بن جعفر وكان ينتظر عند الباب من؟ الامام الرضا. لان الامام موسى بن جعفر عليه السلام كان مسجون. الامام الكاظم كان مسجون. فجئ له قال له اريد دخول هذا البيت. قال له او تعلم كم فيه من الانفس هذا؟ قال له كم؟ قال 500 نفس وكلها نساء واطفال وبنين. شو تريد؟ قال سلم ما عليهن. قال له انهن يتقاسمن الحباء للصلاه فيها. انت وياه؟ يقول يتقاسمن العباء للصلاة فيها. تؤبد ولا قصروا هذول أولاد ذولا. يقول فاقتنع. هذا الجلود. على كل حال أرجع للقضية الأولى حتى ما أوقف عندها وأروح إلى الأهم. يقول مضيت إلى ذلك النخاس وقلت له أريد شراء تلك الجارية التي أخبرتنا بالأمس أنها مريضة. قال بكم تريد؟ يقول طلب فيها ثمنا باهظا. يقول صببت الصرة أمامه وفقت ما أراده فيها. قال قبل أن أصرفها معك من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ أنت جاي تشتريها لك لو إلى؟ قلت له لا لا وقد كلفني بذلك. قال من هو؟ قلت له من بني هاشم. قلت له ليش تسأل عن ذلك؟ قال عندما اشتريت هذه الجارية من أقصى المغرب. أنا ما درست تاريخ. لا شو اللي درسه تاريخ؟ يقولون المغرب لها حدود مشتركة مع موريتانيا وحدود مشتركة مع الجزائر وحدود مشتركة إقليمية مع أسبانيا. هذه اللولة وصايرة في طرف القارة السمراء في أفريقيا. بعد ما أرد رجاجي أمشي فيها ولا بيصول لنا حد هذول. أنا بيصول لنا لا ما نشوف.
الله يسلم عمرك. هاي لطيفة، عندي أحد من الأولاد شوف غرفته عجيبة غريبة، دفع العباس يعني صور العباس، ودفع عنده صور الحسين، ودفع ما هاي شو اسمه الفريق؟ إيه جزاك الله. الثاني شو اسمه؟ إيه الرياض. ما يصير يا ولدي العباس والحسين وهذول بعد. على كل حال يقول من أقصى المغرب عندما اشتريت هذه الجارية من أقصى المغرب لقيتني راهبة قسيسة من أهل الكتاب وأنا أقودها، فقالت لي مه، هذه أدوات التعجب، مه لماذا هذه عندك؟ قلت لها اشتريتها لنفسي. قالت لا ينبغي أن تكون هذه عند مثلك. قلت لها ولماذا؟ قالت ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فما تلبث عنده إلا قليلة حتى تنجب له ولدا أو ذكرا وأنثى يدينان لهما أهل المغرب بالولاء، وهما من؟ الرضا والمعصية. الرضا والمعصية. الرضا فقد أشخص إلى وين؟ إلى مروى القديمة. إيه أخوان خلونا نقرأ جزاكم الله خير. أشخص إلى مروى القديمة. وما أريد أطول عليك وأتوسع أكثر، قضية ولاية العهد معروفة أنها كانت عملا سياسيا ومنارة ذكية استطاع الطاغية المأمون العباسي آنذاك إخماد، يعني بواسطة هذا المشروع إخماد الكثير من الثورات المحلية والإقليمية التي كانت تهدد عرشه. يقول في السنة الثانية من عقد البيعة للإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد، بعث الإمام كتابا إلى أخته المعصومة للقدوم إلى مشهد أو إلى مروة. هاي مروة وين؟ مروة يا إخوان وين؟ مروة في خراسان، واللي موجودة أصلاً حنيان. مروة هذا أن صارت في الأراضي الروسية، صارت داخل روسيا، كانت مقر الخلافة والحكم. الإمام الرضا عليه السلام أين دفن؟ دفن في سان باد اللي دفن فيها قبل منه هارون الرشيد. فكان الإمام الرضا عليه السلام دائما يقول أنا والرشيد كهاتين، ويجمع بين سبابته والوسطى. فلذلك يقول أبو فراس كما اعتقه أبو نواس، يقول قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبارة ما ينفع الرفس من قرب الوصي وما على الوصي بقرب الرجس من ضرب. فلذلك يقولون عزلنا مقامكم، يقولون الكلب كلبا ولو طوقته ذهب. وليش الإمام دفن في سانباز؟ تكون المعلومة ليش دفن في سانباز؟ يقولون كل البلدان دانت للإمام الرضا بولاية العهد إلا بلدة واحدة. من هي؟ بغداد. كانت فيها كبارية بني العباس، رجاجيلهم، أعمام المأمون. احنا ما نرضى ان تنتقل الخلافة من بيت العباس الى البيت العلوي، فلذلك نصبوا منو عليهم؟ شيخ المغنيين يسمونه ابراهيم ابن شكل، هذا عنده فرقة طبال يغنون في القصور، وهذا حكم 16 يوم وجئ الى المأمون وعزل وقال لي انتون ضاجين علي ان انا وليت الرضا. هذا الرضا قد مات في طريقه الى بغداد في سانباد، قتل الرضا. يقولون هذا ابراهيم بن شكله يوم مات شافوه عند راسه وصيه ورقه
المعصية. قال غني مغنيين عندهم فلوس عندهم ذره. يقول يوم ما شافوا عنده وصية عند رأسه أنه إذا مات أمواله تفرق على أبناء الخلفاء الثلاثة ويمنع منها أبناء علي. قال وزعهم على أبناء فلان وأبناء فلان كل أولاد عن ابن أبي طالب لا تعطونهم شيء منه. فلذلك شدت الرحال بزيارة أخيها الرضا. فاطمة المعصومة ما طلعت امرأة راكبة ناقة عمي وماشية بروحها في البر، صاحبها في رحلتها لزيارة أخاها في مشهد أو في خراسان 30 رجلا من الطالبيين ومن الإناث، يعني من نساء بني هاشم والعلويات والطالبيات والنساء الشريفات العفيفات آنذاك 40 امرأة. تتصور يعني تمشي في موكب رهيب. هذه المرأة مدللت موسى بن جعفر أكبر بناته. احنا عندنا روايته زحمتك أنا بس تستاهل المعصومة. وين الدورة؟ الدورة حتى أم الإمام الرضا اللي قلت لك عنها من شوي الدورة. وإذا رحت تزور الإمام الرضا قد وصية من أخوك الملا اقسم عليه بقسمين يبرهما، يحب هالقسمين الإمام الرضا. إذا تحلف بالجواد ولده وإذا تحلف بأمة تكتب. هذا سوري سمعته من كثير من علماء. إذا تقبل على يقول له حلفك بأمك تكتب. ما يحب أمة تكتب. هي تكتب يحبها الإمام الرضا. يقولون عندما وصلت إلى ساوى مرضت. فقالت لمن حولها كم بيننا وبينكم؟ قالوا لها 8 فراسة. قالت خذوني إلى قم. يوم إجت إلى قم خرج لها أشرافها ورجالها ووجوهها البارزة وفي مقدمتهم موسى بن الخزرج بن سعد. هذه كانت عند زعامة قم والقم. يقول فأرخى ناقتها ذللها حتى أنزلها. يقولهم أنزلها يعني أبرك الناقة. يقولوا طلعت لهم نسوان كل النساء قم. يقول خلى البيوت تصفر من الناس. قال للنساء من قم أو يقولوا صاحب الناس من كان غريبا فلا يجسوها يعني ما يقرب لا يقوم لها. قل فحففنا النساء حولها و صحبوها من ذلك الموضع لوان إلى داره وبقيت في داره 19 ليلة ثم أدركها الموت في تلك الليلة. هي الرواية أنها مرضى رواية المعول عليها اللي عليها أكثر الخطباء أنها لا. يوم وصلت إلى قوم رأت الأعلام السوداء والضجيج والنحل فقالت لما الضجيج أو لماذا رفع أهلكم أو أهل هذه البلد أعلاما سوداء؟ فقيل لها صبرا حتى نسأل. يقول الرحم ليش أنتم رافعين أعلام سوداء وعندكم هالضجيج؟ يقول فخرج لهم هذا موسى بن الخزرج بن سعد. قال تسألون لماذا؟ قال إن معنا أخت الرضا. يقول فجاءها فقال لها عظم الله أجب في أخاك إنها العزية كلها على أخوك فقد استشهد في مشهد أو في طوس. يقول فحزنت على أخيها واستضافها في داره وماتت هناك. لكن ما أدري يقولون يوم ماتت المعصومة كسرت ملاذ وكعبة ويقصدها العالم من كل حدب وصوف. أبين لك حاجة في التاريخ هذه صيحة. يقول
يوم ماتت أمر بتغسيلها وتكفينها وتحنيطها ورفعها. يقول إجابة إلى بابلان. بابلان هل لهم بها متقي؟ يقال لها بابلان، وكانت ملكا خاصا له، أرضا طائرة اختارها لمواراة المعصومة فيها. يقول يوم جابوها وضعت على شفير القبر. يقول قاموا اختاروا واحد أشرف من في القوم وأزكى من في القوم. من هو؟ يقول رجل يقال له قادر. يقول جابوا قال له أنزلها نزلها. يقول ما أن هم لإنزالها، يقول وإذا شوف غبار من الأرض الحصباء من البرية غبار يتعالى. يقول وقد أقبل فارسين ملثمين ونزل وقال لقادر ابتعد عن ابنة فاطمة الزهراء، ما حد يلمسها غير هلها. يقول فانحنى عليها وأنزلها إلى قبرها وأهال التراب عليها. يقول يوم قام بغوا يمشون قال أحدهم اكتب على قبرها هذا قبر فاطمة المعصومة. وين؟ بس ما لاحظ أنت في تشابه بين زينب وبين هلا بهالنعوة على زينب؟ ما شوف في تشابه؟ ذاك التشابه بين فاطمة المعصومة وزينب، يعني هذه قصدها أخوها رايحة إليه وأدركها الموت. محمد أخوها، هي دائماً أحبتك أولاً، وألتمس العذر من مشاعر الإخوة اللي يجوا دائماً يسمعون. يقولون يا أهل المرخ زينب يوم رجعت دخلت على أخوها محمد بن الحنفية، وكان على الفراش وسكت بعضادة الباب، صوت متحشرج مبحوح، السلام عليك يا أخوي. فتح عيني قالوا عليك السلام، من أنت؟ من المسلمان؟ قالت ما عرفت أختك يا أخوي أبو جاسر. من أنت؟ قالت أنا زينب يا أخوي. قال هذا مو صوت زينب. يقول قام اتكى على الجنران الى ان وسلم وشاف وجهها قال اه على ذاك الدلال. شقولا بالغنى شن من الناس، وين حسين عنك وين عباس؟ اقول لهم يا هالناس اخويا تركني ذليلا ما بضر. فاطمة سمعت بخوها ميت ومات الصبور من بعد عمره ما
بقى لها عمر شحالة اللي شافت ابن امها على صدر الشمر ينحر وداجر وكم ذا من العطش متفتتة وحسن رحت يا اخوي عند المعصومة وشفت هيبتها واقسم لك انا اروح ازور المعصومة بس ما اقدر اقرا لها لا على ابوها ولا على الحسن لاني غريبة تلوعات فاطمة رغم المصاب اللي ذهلا والبلاء ما حصل لها عشر معشار من طف كربلاء ما بقت عندها جناير بالفياث معطلة ما مشت حسرة وسبية والحبال مكتفة آخ على دمعات السادة فاطمة صارت عليلة يوم فارقها الرضا والعمر منها انقضى وما شافت بسمى قضى اسمعني اش حال من شافت اخوها الخيل صدرت رضا بعد ما شافت يا ولي فوق خطها متى زينب المظلومة شافت كم رزية بالطفوف يكفي بس مصيبتين عباس مقطوع الجفوف صوب وعينه وبقى من بعد عينه ما تشوف غير نسوان ويتامى بالفياف مشتتة من صغر سنها العقيلة ما لقت غير العسور يكفي عصرة أمها والمسمار وظل علم انكسار تالي شافت بالهضيمة راس أبوها المنشطور وشافت ابن أمها الحسن بطش تفرخ جبدته هالبيت بطلع على كربلاء وطولت عليه أخويا إن كان معصومة قضت حسرة على فراق العظيم زينب المظلومة شافت أبو اليم على الصعيد سيرها من بعد عينه إلى الفجر يا شافت بحسرة عليه شلون ماتت طفلته بيتين وأسألك الدعاء شوف زينب يوم طبت كربلة بنشوف عزازة الحسين والعباس عند زينب وعزازة الرضا عند معصومة تقول لبني على قبورهم دني أبقضي من همودا ومن القبر للقبر بمشي لو بلقنا بلشي المروة تحرك الحلوين
الأطباع ويتنغر على من يشوفوني بالأخمار والي 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 للي ما بجى بقرة للي ما بجى يا صاب درب المشرع يا ابني دقلي على قبر ابو فاضل ارشدني ما ادلي خافي يقول جو كربلا ولا مرة واهلي واجب علينا الروح لا واجب علينا وصلناكم يا علي شيله شيله ويا شيله ارجوك شيله ويا وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العونة وراس حسين سمحوني ترى مكسر سنون واحد يسألني يقول انت ايش علاقتك بابو فاضل كله تقرأ على العباس اقول له هذا اخو زينب اخو زينب والي 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 عباس ماني من المدينة هلا بدمعة الشباب هلا بدمعة الشباب عباس ماني من المدينة نبذمتك جي لجلك ولجل حسان عفت الوطن والبلد لا تقولين هالكلام واشوف جيت الكربلة ومني تبرى بعت السغم مني وبلاتوني بغلعان حكيها عشرة حسين 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 بحسن حالك يا كريم فضل اللهم المسببين والبادلين والقائمين على هذا الأمر العظيم ومن حضر مجلسنا هذا والمؤمنين والمؤمنات احفظهم في أنفسهم ومن تعوطه عنايتهم وبارك لهم في أرزاقهم وأعمارهم وذراريهم ومتعلقيهم يا كريم عندنا أنشودة ولائية حسينية ثلاث مرات وبعدين نجمع حل مسجد لبناء مسجد خارج القرية هذه جميعا يا إخوان وهذه ثق بالله وثيقة ولاء من كر الحسين احنا غير سان ما
عدنا وسينا. يلا احنا حاج الزوار اسمع بقول لك هذه وانت عقب رد علي بهالنغمه واسالك. يقول يا شيعتنا بمودتنا الدرب لا تكون مزحومه، ترى لزياره المظلوم لفت امه المظلومه، لفت بعيون لفت بضلوع مكسوره، لفت بعيون ملطومة. اسمعني مستند على المسموم ابو محمد خليص حسان. احنا غير احنا اللهم ثبتنا على محبته وزدنا شرفا وعزا بخدمته ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة. اجمعوا يا اخواني بناء مسجد خارجي قريب. والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح شهدائنا وخدمة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.